السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سالم صاد. اليوم سوف نتعلم من سيتعلم نظام لينكس في الحلقة 25 بعض الأوامر الجديدة الخاصة في أمر WC. اليوم قبل أن نبدأ أحب أوضح نقطة بأن الأوامر الأساسية هي مثل إنشاء ملف ومجلد والكتابة في الملف. الأوامر المتوسطة هي طريقة التعديل على الملف والتحكم في المجلد. الأوامر المتقدمة هي أن تتحكم في الصلاحيات مثل صلاحية الملف وصلاحية المستخدم وصلاحية الجروب، أي بمثابة تكون مدير ومراقب كل ما يجي على النظام. اليوم سوف نتعرف عن WC. نتعلم أولا قبل كل شيء نقوم بكتابة مع WC لرؤية صفحة المستخدم. هذا هو الأمر WC، يضع لنا النيو لاين أو الأسطر والكلمات وعدد البايت. الآن سوف نتعرف في درسنا عن الـ -C و -M و -L و -L capital أو حرف L كبير و -W و -Help و -Version. وأيضا لمعرفة المزيد من هنا نطلع عن المزيد و CSI ينصح لنا أن نزور هنا ونعلم المزيد حول الأوامر وهنا الحقوق الملكية. الآن نقوم في علاقة عبر النقل على IQ. ننتقل إلى الديسكتوب لنشاهد الملفات التي لدينا. كما نشاهد لدينا ملف W. الآن نقوم بعمل قراءة. الآن ظهر لنا هذا الملف المنتشر. سوف نقوم بالتطبيق عليه. WC-W وثم اسم الملف W أيضا. Enter. ظهر لنا 6. هنا الـ W عدد الكلمات يظهر لنا كما قلنا، كما تشاهدون 1 2 3 4 5 6، أي الفاصلة باعتبار تفصل الكلمة. الآن نتعلم طريقة أخرى وهي هايفن C. الآن هايفن C يظهر لنا 4. ما هي 4؟ أولا نذهب إلى هنا W والخصائص، كما نشاهد 40 بايت، وأيضا البايت يقدر بمثابة الحرف الواحد. الآن نقوم بعمل هايفن M، كما تشاهدون أيضا 40، والM تدل على عدد الحروف أيضا. الآن لنتعلم طريقة عدد الأسطر وحساب عدد الأسطر. نقفل على L ولكن بشكل صغير 4 لنتأكد. الآن 1 2 3 4 ثم تشاهدون الأسطر الفعالة هي 4. الآن نقوم في الكتابة في السطر الخامس، وهل سوف يحسب هذا السطر أو لا؟ نقوم بعمل حفظ وثم بإعادة الأمر. الآن كما تشاهدون 4 سطور. لماذا؟ لأن هذا سطر لم نقم بعمل إنتر بعد. الآن لنشاهد يجب أن يحفظ السطر الخامس. الآن سوف نذهب إلى أطول سطر، فقط نقوم باستبدال الهايفن بدبل إف إنتر. الآن ظهر لنا 13. لماذا؟ لماذا فرق كبير بين 5 و 13؟ هنا 13 تدل على أطول سطر، ولدينا أول سطر هو أطول سطر، لنقوم بحسابه 1 2 3 4 5 6. الفراغ أيضا يحسب 7 8 9 10 11 12 13 13. الآن نتعلم طريقة WC ولكن هايفن هايفن أو دبل هايفن help. هنا لا نقوم بكتابة اسم الملف، ظهر لنا قائمة الهيلب كما تشاهدون. هذه الأوامر أيضا قمنا بشرحها. والآن نتعرف عن الفيرجن، نقوم بكتابة فيرجن. الآن هذا هو الفيرجن والحقوق الملكية وتحت رخصة الجنو أيضا. ومع السلامة، إن شاء الله كان هذا الفيديو مفيد لكم وقد استمتعتم. وقبل أن ننهي الفيديو أحب أن أبدأ في
في كلام في الآخر نحب أن نقول بأن ثمار أو محصلة العلم ليس شرطا أن تأتيك أو تكسبها الآن وفي نفس اليوم والشهر، ولكن كن على ثقة بأنك يوما ما ستكسبها وإن كانت سنة أو سنتين. تعلم لكي تحصد ثمار العلم. بالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. مع السلامة.